مرتبطة بقطاع غزة. ينضم إلينا من القدس مراسلنا أسعد تلحمي. طبعا أستاذ أسعد، ماذا في التطورات وماذا في المواقف الجديدة الإسرائيلية فيما يتعلق بإعلانها هذا العدوان على قطاع غزة؟ الجديد هو أن إسرائيل قررت لهم استدعاء آلاف الاحتياطيين، وإسرائيل تنظر إلى هذا العدوان على أنه عدوان متدحرج، أعلنت ذلك في اليوم الأول. أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن أهود أولمرت وأهود باراك أعلنا أمس واليوم أن إسرائيل بصدد عملية ستستغرق أياما، وهناك من يتوقع أن تستغرق أسابيع، حتى أن بعض الصحف الإسرائيلية توقعت أنه في حال استمر هذا العدوان فإن الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 من شباط فبراير المقبل قد تتأجل. إسرائيل ستواصل عملياتها الجوية، القصف الجوي، وهناك من يصف، هناك من المعلقين الإسرائيليين البارزين من يصف هذا العدوان في إطار ما يسميه العقيدة الإسرائيلية الجديدة، العقيدة الدفاعية التي تقول للعدو بنظر إسرائيل أن الدولة العبرية جنونها، بمعنى أن إسرائيل ستقصف بكل قساوة ووحشية. وإسرائيل كما تعلن اليوم قيادة سلاح الطيران تقيس النجاح في عملياتها بعدد القتلى الفلسطينيين، هكذا تماما هي تحصي عدد القتلى وترى أنه كلما كان عدد القتلى أكثر كلما كانت هذه العمليات أوسع. الآن بالنسبة هناك ثمة توقعات بشأن عملية برية واسعة، هناك من يعتقد أن إسرائيل، واليوم ضمن الأخبار هناك من يتحدث عن أن وحدات استدعيت إلى الجنوب من شتى أرجاء إسرائيل، ولكن هناك من يتوقع أن تكون هذه العملية الورقة الأخيرة في يد إسرائيل. إسرائيل لا تعرف اليوم حتى الآن طبيعة الرد الذي ينتظرها من حماس، تعرف أمرا واحدا أن القذائف الصاروخية التي ستطلقها الحركة ستطال مدنا وبلدات ومستوطنات في جنوب إسرائيل أبعد بكثير من سديروت التي تعرضت للقصف في السنوات الأخيرة. قبل نصف ساعة ليس أكثر تعرضت بلدة تدعى أفاكيم وتبعد عن القطاع أكثر من 30 مترا إلى قصف قذيفة، وإن سقطت في منطقة خالية. التعليمات في إسرائيل حتى إلى سكان مدينة بئر السبع التي تبعد مسافة 40 كيلومترا عن قطاع غزة بأن يلتزم المواطنون المناطق المحمية والغرف الآمنة في البيوت. إسرائيل تنتظر رد حماس، وفي المقابل هي لا تعتزم ولا تفكر على الأقل في اليومين القريبين بأن توقف هجماتها الجوية وقصفها الصاروخي المتواصل على القطاع. نعم أسعد، هل تنظر إسرائيل بعين الاعتبار إلى ضغوط نيوها في الأيام القادمة؟ في الواقع هذا الأمر أشار إليه لينا رئيس الحكومة اليوم إيهود أولمرت في سياق كلمته أمام الوزراء مع افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة، عندما قال أنه يجب التنبه إلى أن صبر المجتمع الدولي لن يكون طويلا، بمعنى أن إسرائيل مرتاحة، أيضا إعلامها مرتاح، وأيضا يعني إعلامها أو المسؤولين الإعلاميين في وزارة الخارجية مرتاحون للموقف الدولي ويرون أن موقف إسرائيل يعني مقبول في العالم. إسرائيل ترى أن المجتمع الدولي سيمهلها بضعة أيام، ولكن لا شك تتوقع بعد هذه الأيام وبعد التصعيد المزيد من التصعيد سيتدخل المجتمع الدولي، ربما تتدخل الولايات المتحدة، ربما الأمم المتحدة، وهذا ربما ما ترجوه إسرائيل بعد أيام. إسرائيل بحسب مسؤوليها لا تعتزم الآن إسقاط حكم حماس، إنما تريد توجيه ضربة قوية لهذه الحركة لتفرض من جديد تهدئة بشروط الإسرائيلية. هذا هو الهدف المعلن على من هذه الحرب التي تشنها الآن إسرائيل. وبعد أيام من القصف وإسقاط المئات من القتلى، إسرائيل ربما تقبل بتدخل أمريكا أو تدخل الولايات المتحدة، لكن بعد أن تكون حماس تعرضت لضربات قوية موجعة، وبعد أن يكون المئات من القتلى سقطوا في القطاع. نعم أسعد تلحمي من القدس، شكرا لك.